ورأيت امرأة جسمها كجسم الخنزير، رواية رسول الله، ووجهها كوجه الحمار. هاي منه؟ بكى رسول الله. فاطمة الزهراء تبكي على من؟ سألت جبرائيل هاي منه؟ قال يا رسول الله نساء من أمتك. أمتي؟ مرأة مسلمة هذه؟ قال نعم. هاي منه؟ ها. قال هذه النمامة الكذابة، هاي المرأة اللي تخرب بين اثنين. كثير أكو من النسوان تقول لابنها طلق مرتك وإلا حريبي حرام عليك، هذا الولد عند عيال، تقول له ترجع لمرتك أنا بعد مو أمك إني ما تعرفني، نمامة تخرب بين اثنين. الأخت اللي يتحرك أخوها على مرته، المرأة اللي يتحرك زوجها